سيخرج نان وليلي للعب في الحديقة. تريد ليلي إدخال زر القميص في العروة. حاولت أكثر من مرة ولكنها لم تستطع. تريد ليلي أن تلعب مع نان، لكن عليها أولاً إقفال القميص. يعلم نان ليلي كيف تقفل القميص. ماذا تفعل ليلي؟ ستقوم ليلي بذلك وحدها. نجحت. أغلقت ليلي القميص. ليلي فخورة بنفسها.